فوائد الخل الصحية معك أستاذة أسماء زريول مختصة في التغذية والحمية. صباح الخير. صباح النور جيهان. أهلا وسهلا بك. جمعة مباركة لك على الطاقم التقني والمستمعين اللي نشكو خصيصا باش يستمعوا لهذا الفقرة. مرحبا بلالة أسماء زريول. والخل هذا السائل هذا العجيب والغريب واللي المذاق كذلك ديالو مختلف تماما، كيفاش كيتم استخلاصه؟ بعدا نعرفوا غير شنو هي المواد واللي يعني الحويجات اللي فيها أستاذة أسماء زريول. ذكرتي انه سائل عجيب وغريب وهو سائل سحري انا كنزيد عليها. نعم. علاش؟ لان الاستعمالات ديالو كثيره، لا الاستعمالات الداخليه ولا الخارجيه ولا حتى التنظيف. نعم. يعني فين ما حطيتي هو اللي تستخدمه كيدوز في كل شيء. التركيبه ديالو هو عباره عند واحد الحمض. نعم. واحد الحمض اللي كيكون لنا نتيجه التفاعل بين البكتيريا والهواء والمادة اللي احنا غادي نخرجوا منها هذا الخل، واللي يمكن ليها تكون بزاف ديال الفواكه مثلا اللي نستعمل لجري به العمل، هو اننا نخلصوه من التفاح وخل التفاح وما ادراك ما خل التفاح. نعم. يعني هو مشهور جدا كدشي. ايضا عندنا الخل العادي اللي كنستعملوه، وعندنا عندنا ايضا خل التمر. نعم. اللي تهو الان حنا كنلقاوه. نعم. فهاد الانواع هادو ديال هاد المركبات هاد الخلول الا بغينا نسميوهم عندهم فائده مهمه على الصحه ديال الانسان. نعم. فدراسات لقات ان التناول ديال الخل كينقص من الوزن. كينقص من الوزن ولكن ماشي كيف ما كنفهموا عاده، كينقص من الوزن لانه ملي كيزاد في الاكل ديالنا كيخليك تشبع اكثر. يعني تزيد في المده ديال الشبع. داكشي علاش هو مفيد حتى لمرضى السكري انهم يزيدوا الاكل ديالهم، لانهم ما تيخليش يعني السكر يطلع في الدم. نعم. كي ما تيخليش هذاك السكر يطلع في الاكل دوز مشان الدم. هذا الخل طبيعي ولا لا اسماء زريول؟ هذا الخل طبيعي. نهضروا على الخل الطبيعي. نعم. وحتى بالنسبه للخل اللي كنستعملوا عاده، الخل اللي كنجبروا في السوق اللي كنعيبوا عليه انه كيكون خل فيه ملونات. حنا الا بغينا نستعملوا ناخذوا خل ابيض. نعم. للاستعمالات الخارجيه وهذا، والخل مثلا الخل اللي تيكون ديال التفاح ولا ديال التمر ولا هذا والاستعمالات الداخليه. نعم. لانه فيه تركيز حتى ديال مضادات الاكسده. نعم. اذا كان بشكله اللي هو خام. نعم. نعم. وهذه يعني مساله مهمه من جيد جدا نستعملوا به ملي كيكون عندنا حتى ارتفاع ضغط الدم. جيد اننا نستعملوه. من المفيد ايضا نستعملوه لانه ملي كنعصروه مثلا في الاكل فهو تيخلي هذاك الكالسيوم اللي تيكون في الاكل يكون يقدر الجسم انه يمتصو اكثر. نعم. وبالتالي كيولي عطينا نسبه مهمه ديال الكالسيوم اللي ممكن يعني تثبت في العظام. واضح. ف يعني بالاضافه لهذا الشيء كله هو كيعطينا واحد المذاق اللي هو لذيذ للاكل وكيفتح الشهيه. ومحمد. نعم. اللي ممكن ناخذه من الاخطاء الشائعه. أيه. اللي كنقوموا بها هو اننا كنظنوا مثلا نقدروا ناخذوا اي حاجه بغيناها ناكلو عادي، ومنين نسمعوا هذه الماده كتضعف غنمشيو ناكلوها وصافي راه غنضعفوا. خطا. صحيح. هو اننا دائما نردوا البذره حيت واخا احيانا كناخذوا واحد النظام غذائي اللي هو متوازن اللي هو غني بالمغذيات وكل شيء، ولكن كيصعب علينا نقصوا في واحد المرحله من المراحل ديال انقاص الوزن. نعم. فاحنا بحال هاد المواد هادو كنستعملوا بهم في هذه الفتره هادي. ماشي الانسان ما نسبات شي حاجه حتى ياكل كل شيء وبغى ينقص بهذه الطريقه فهذا خطا. نعم. كبير. نعم. يعني خصوصا يعني خل التفاح يعني اللي صراحه ولا هو يعني العنوان الاول للتخسيس على الاسماء زريول. كنشوفوا دابا لا طوندونس انه اطرو ديال مولا اطرو نص فيه معلقه ديال مثلا خل التفاح ولا جوج معالق على حسب الكميه، وهذه الكميه او هذا الدوزاج هو اللي فيه المشكله استاذ اسماء زريول. نعم. الدوزاج ما خصناش نبالغوا. انا يعني ضد انا دائما كنفضل الاستعمالات الغذائيه. نعم. ديال بحال هادشي للاكل. نعم. يعني يضاف يكون هو يعني يضاف اضافه للشلاضه. نعم.
سلطات اي حاجه احنا محتاجين نحمضوها ولا حتى في مثلا في اللحم نديروه الاكل كله ممكن نديرو احسن من اننا نديرو في واحد القنصدو النهار كامل نفس الظن بهذه الطريقه انها غادي تدير واحد ديتوكس انها غادي تنقي الجسم انها ولكن راه اللي مهم هو اننا نزيدو في الاكل ديال كل نهار غادي يكون مفيد لينا اكثر خصوصا وحتى لو بغينا نديرو هاد عفوا هذه الطريقة ديال ملعقة نقدروا نديروها نستعملوا كبان دو بوش لأنه مطهر زين نشللوا به الفم ديالنا فهو مطهر وجيد جدا هذه الطريقة اللي غادي تكون أكثر فاعلية إلا استعملناها استعملناها فيه. طيب لالا اسماء زريوال بالنسبه للخل التفاح واش يعني منصوح به للمرضى السكري لانه كيسمعوا حتى هما من الاخطاء الشائعه انه ممكن يهبط المستويات ديال السكر في الدم واش هذه المساله هذه وارده ولا لا طبيا وعلميا؟ نعم علميا اذا كان الانسان في اطار الحمض الغذائي متوازن ياخذ خدمه كنصحو دائما الخضار والسلطه في كميه مناسبه ديال الخبز ومحيط السكر وزاد الخل هاد السلطه في الخبز فاكيد انه غيساعدو على تثبيت يثبت النظام ديال نسبه ديال السكر في الدم. نعم اما اذا كان كياكل اي حاجه كل الف نزيد الخل باش غادي ينقص لي السكر في الدم فهذه هي الخاطئه يعني المعلومه كتكون صحيحه غير طريقه التعاطي معها اللي كتكون خاطئه ولا الفهم ديالها كتكون خاطئه وهذا الشيء اللي بغينا حنايا يعني نتفاداو اكثر ونوضحوا. شكرا لك استاذه اسماء زريوال المختصه في التغذيه والحميه بالرباط.